حاول بعض المزارعون زراعة الرمان في محافظات السلطنة، إلا أن النتائج المتحققة لم تصل إلى مستوى ثمار الرمان في الجبل الأخضر. أنا أريد برودة يستوي في الوطن تحت، مثل مسقط، نزوة، وهذه المكانات يستوي، لكن ما يستوي كما هنا مع الجبل الأخضر. يستوي فيه، يستوي شوية، لكن يستوي أبيض، لأن يريد هذا برودة، ما يريد حرارة. تفضل شجرة الرمان الطقس البارد الذي تجده في شتاء الجبل الأخضر. ترى هنا في فصل الشتاء توصل درجة الحرارة اللي هي تحت الصفر، فلذلك الرمان يحسر، يعني اللي هو يعرى كامل بدون أوراق يظل. فالشجرة دائما إذا تعرت كل ما كانت إنتاجها السنة القادمة أفضل. في الأماكن المنخفضة اللي هي في الوطح احنا نسميه، تظل أوراقها موجودة مكانها طول السنة، فلذلك ما تجدد، يعني ما تجدد الأوراق مالها، فلذلك ما تستوى بذلك النسبة، وناهيك عن درجة الحرارة اللي هي توصل 40 45.